أخبار اليوم. في اقتراح بتقدم خلال المؤتمر الاقتصادي بتغيير العاصمة، عمل عاصمة جديدة لمصر. عاصمة جديدة، مش تغييرها، عاصمة جديدة. حضرتك يعني تتوقع العاصمة الجديدة تكون فين؟ تكون فين؟ يا ريت تكون في سينا. والله سينا. ليه سينا؟ عشان احنا عايزين يعني نعمل إعادة مواطنة للناس الموجودة في سينا، ان هي تبقى يعني تاخد حقها، لان احنا مهملين في سينا قوي. هي سينا صراحة. ليه سينا؟ يعني برضو عشان بيحصل فيها هجمات وكده وهي احسن يعني. والله يا سيادتك انا اتمنى ان تكون العاصمة في اي منطقة صناعية يكون فيها استثمار كبير للبلد. يعني اقول لك المنطقة الصناعية اللي ممكن تكون ليها استثمار كبير في البلد محافظة اسوان، فيها كتير من الثروات المعدنية سعادتك، وفيها من الجرانيت ومن الرخام، وفيها كل حاجات من الثروات اللي هي تنمي الاقتصاد المصري. اكيد العاصمة دي ولابد ضروري تكون في جنوب سيناء، في القطعة المهجورة اللي طمعان فيها العالم اللي هي سيناء، لان انا عايشة في جنوب سيناء في عيون موسى بالذات، المنطقة اللي اليهود كانوا محتلينها، انا قاعدة في عيون موسى. فالمفروض لو عملوا عاصمة جديدة تكون بوابة مصر الشرقية اللي هي سينا. ان شاء الله نتمنى ان هي تكون في خليج السويس، لان اولا خليج السويس متوفر فيه كل الامكانيات اللي هي مطلوبه للاستثمار، سواء طاقه، سواء عماله، سواء مواني، ده كله متوفر في خليج السويس يعني. وكل المستثمرين اصلا بيحبوا المكان ده لانه قريب من الطاقه وشركات البترول. انا ان شاء الله شايفه ان المحافظه الجديده اللي هيتم الاعلان عنها بكره ان شاء الله في المؤتمر، اكيد جنوب سينا، شمال سينا، الجزء بتاع الوجه بتاعنا ده كله يعني، لان هي دي الامل الجديد ان شاء الله اللي احنا كلنا بنأمل ويكون السبب في الامل بتاعنا دي. هتكون طول ما احنا بننظف المنطقه اللي هناك دي من الارهاب اللي فيها، بنتمنى ان هي تكون الجبهه الوحيده اللي بيقام فيها جميع الاستثمارات والمشروعات وكده. بجد انا بأمل ان هي تبقى في شمال سيناء، لان احنا بجد عندنا خيرات كتير في شمال سيناء، وحرام اللي الارهاب بيعملوا فيها ده بجد. يعني انا نفسي ان هي تبقى هناك، وانا بطالب الرئيس السيسي بحاجه واحده، نفسي ان هو يجند البنات في الجيش.